مشاهدينا، يمكن بالآونة الأخيرة كثير عم نسمع عن مشاكل بدانة الأطفال والمراهقين، عدم يمكن ضبط هي البدانة. قديش الأهل اليوم قادرين يحافظوا على صحة أولادهم؟ قامت فينا فعلا ندق ناقوس الخطر ونقول هيدا الولد زاد الوزن عن حده؟ بنحكي أكثر عن هيدا الموضوع مع وردة جبور، أخصائية تغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وردة، أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خلينا نحكي شو يعني البدانة عند الأطفال. إيمت منقول هيدا ولد هيك كربوج له خدود وهيك، وإيمت منقول هو بدين؟ تمام. هلا اول شيء خلينا نعرف شو هي البدانه. هلا بالاونه الاخيره صار البدانه خاصه عند الاطفال هي مرض بكل الدول عامه، ما عاد هو بس انه هي زياده وزن، لانه صار كثير اوفر ويت او زياده عن الحد اكثر من اللازم. هلا البدانه هي اضطراب بزياده الكتله الشحميه بالجسم عن الوضع الطبيعي. كيف بنقول عن الطفل انه هذا عنده زياده وزن؟ حسب مخططات النمو الموجوده عند دكتور الاطفال، لازم يكون لكل عمر له وزن او طول معين، لازم يكون بين 85 لل 95%. هذا بنعتبره انه هو ضمن مخططات النمو العاديه او الطبيعيه. طالما زاد وزنه 20% عن الحد الطبيعي او عن الوزن المثالي، فنحن بنعتبره انه هو عنده زياده وزن. طب خلينا نحكي عن الاسباب الاساسيه لزياده الوزن. قلت يمكن يكون في خلل هرموني او في مشكله، بس في كثير من الاهالي بتقول لك طول الوقت عم تحط ابنه ياكل، يعني هي وصغير، عرفتي؟ يعني هي العاده، في يمكن احيانا في عادات خاطئه عند الاهل هي بتسبب بهي البدانه، انه لازم على طول ياكل، لازم دائما شيء بايده، وهو رضيع مثلا بتلاقي الام بتخاف عليه طول الوقت عم الطعمي. خلينا نحكي عن هي الاسباب. ممكن يكون في اسباب الى مشاكل صحيه، وممكن في عادات خاطئه بالنسبه للاهل. تمام. هلا خلينا نحكي من فتره الحمل. من فتره الحمل نحن بتبلش عنا المشكله، لانه اذا الام زاد وزنها عن كثير عن الحد الطبيعي، فبيجي الطفل هو عنده زياده وزن او كتله شحميه عاليه. بنبلش بعدين بمرحله الارضاع. بمرحله الارضاع كل ما كان الارضاع طبيعي بعيدا عن الحليب الصناعي، فالطفل بضل بالوزن الصحي او الوزن اللي هو كان لازم يكون عليه. هلا بنجي للعادات اللي نحن متبعينها. هلا اكيد الاسباب الجينيه او الهرمونيه هي الى اثر، بس نحن خلينا نحكي هلا عن عادات الاهل اكثر من الاسباب الجينيه والهرمونيه. اكيد هو في سبب جيني بخلينا نحن الطفل يجي عنده زياده وزن، بس هو ممكن تكون بنسبه 20% مقارنه مع سلوك العيله، لانه هي اثنيناتهم عندهم زياده وزن، معناتها هو في نظام كامل سيء عند العائلة. وغير انه هن مثلا ممكن ما يحددوا المصروف قد ايه كميته، قد ايه يعني المبلغ اللي نحن عم نعطيهم اياه، ما نشبع الطفل، او ما مثلا يروح على المدرسه هو ما انه اكل، فهو اكيد رح يجوع بالمدرسه ورح يختار خيارات ما صحيه. فكل هذا بيعتمد على يعني في كثير اسباب، وهي اهم. تمام. ورده، يمكن كثير في من الامهات بيعانوا من وجبات الطعام عند الاطفال. يعني نور كمان يعني خبيرة أنت، صرتي بعالم الطفولة والطعام، نلاقي أنه عم بيحكوا أنه أنا بحط كل شيء، بحطه بالخلاط لابني لحتى يأكله، بخلط له كذا وبخلط له كذا لحتى يتقبل يأكله. هالشي صح ولا لا؟ هلا هي ما في مشكله انه نحن نخلطه، طالما يعني في كثير اطفال. طب لبعدين بدك تضلي عم تخلطي له لاي عمر يعني؟ لا تمام. هلا في اكيد بده يجي عمر واعي يقدر ياكل كل شيء، بس نحن طالما هن الاطفال، مثلا في اطفال ما بيحبوا الفواكه، فنحن مضطر انه نخدعهم او نعمل لهم حيل لحتى نحن مثلا نعمل لهم بالخلاط. الاكل الصحي بعيدا عن كل الاكل طبعا الخاطئ. لان نحن عم نحكي مثلا على لنفترض كوكتيل حليب وموز مثلا، هو ما بياكل فواكه، فنحن بنضطر انه نخدعه نعمل لك وجبات الغداء مثلا. تمام. اوكي. هلا اهم شيء نحن بهي الفكره انه نحن لازم ننظم وجباته. يعني نحن ما بصير مثلا انه بكل وقت نعطيه وجبه. نحن طالما هو تنظمت وجباته او الساعه البيولوجيه عنده سواء بالرضعات او سواء بالاكل كغذاء، فنحن بصير الطفل بهذا الوقت بجوع. يعني نحن مثلا دائما معودينه انه نحن الساعه 3 مثلا عنده وجبه الغداء، فنحن دائما لازم يجوع بنفس هذا الوقت عشان نقدر
نطعمي. هلا ما فيك تقولي انه يعني احنا بدنا بهي الفتره العمر الصغير ما فينا نجبر الطفل على شيء معين، نحن بدنا نحاول مثل ما قلت انه نتحايل عليه بحيث انه ياكل كل المصادر الغذائيه. بس خلينا نحكي عن العادات الخاطئه خصوصا للاطفال او الرضع، يعني كيف هي الام تعطيه فعلا ضمن الحد الطبيعي؟ لانه نحن عم نشوف فعلا بالآونة الاخيره كل الاطفال بتلاقي في عندهم بدانه زايده، يعني غير الحليب الطبيعي يمكن تعطيه حليب صناعي بتقول لك بعطيه ببرونتين مشان ينفش، يعني مشان ياخذ صحه، بتلاقي حتى الوجبات كل ساعه او ساعتين مثلا عم تعطيه وجبه عم تمرق له، فالولد بيتعود انه هو لازم كل ساعه ياكل. ففي هي بعض العادات الخاطئه كمان حتى لو كان صغير، بتلاقي في اولاد مثلا عمرهم 8 شهور وزنهم طبيعي الستة، بتلاقي لا ولد في وزنه 10، في اختلاف كبير بالاوزان. تمام. هلا نحن ما مثل ما قلت انه نحن اول شيء لازم ننظم لوجباته، ولازم ننتبه في فكره انه لازم ننوه عليه انه نحن لازم ننتبه على بدانه الاطفال، لانه بالاونه الاخيره كمان يعني بيصير ضبطه افضل. تماما أحسن. اول شيء بيصير ضبطه افضل خلال فتره مثلا نبلش، وقت نبلش ندخل له الاكل يعني فوق الست شهور هون ببلش ضبطه اكثر. بس نحن كمان لازم ننتبه انه هلا بالاونه الاخيره من 3 ل 6 سنين عم تظهر كثير علامات بلوغ، يعني طالما زايدة مع البدانة، يعني البدانة هي عامل من عوامل البلوغ المبكر، مثل وخاصة بالفحص السريري بتبين مثل مثلا زيادة الكتلة الشحمية بالثدي، بروز البطن، ظهور علامات البلوغ عند الذكور. فهي كل هاي العلامات عم تأثر حتى على النمو عنا أو حتى على الطول. فنحن مثلا إذا حتى ما قدرنا نعدل النظام الغذائي على الأقل نقدر نضبط وزنه قدر المستطاع بالمغذيات الصحية، حتى لو ما كانت هي خيارات عديدة بس مع الوقت هي رح تكتر طالما هو رح يصير أوعى. تمام. خلينا نحكي عن المغذيات الصحيحة، ويعني كل الوجبات لازم يحصل على الفيتامينز وعلى العنصر الهام لجسم الطفل. شو هي أهم المأكولات؟ ولكن خلينا يعني ناخذ بعين الاعتبار هلا ما كل العالم فيها تجيب فواكه، ما كل العالم فيها تجيب شو ما من إلا على التلفزيون، يمكن في وضع اقتصادي صعب صار هلا. تمام صح. هلا اهم شيء هو التنوع، انه نحن نحاول ننوع له من كل شيء، حتى لو مثلا هو مثلا لنفترض البروتين هو من اهم الشغلات اللي لازم ياخذها الطفل، بس نحن مثلا ما قدرانين ناخذ له بروتين بروتين حيواني، على الاقل ناخذ له بروتين نباتي. يعني نحاول مثلا اذا ما فوتنا له دجاج ولحمه نقدر نفوت له عدس، بقول، دائما مع رز او برغل. تمام. بقوليات اذا ما قدرنا، اكيد هلا الا ما يكون في نوع مثلا معين من الفواكه، اذا ما قدرنا مثلا نوع معين بس في نوع من انواع الفواكه قدرانين نحن ناخذه نوعا ما. هلا في كثير دكاتره بيقولوا انه مثلا خاصه هلا منتشره كثير انه مثلا في كوليسترول عند الاطفال، في زياده وزن مثلا طفل عمره 3 سنين هو وزنه 45، وهذا شيء ما نو منطقي ابدا. فبيصيروا ينصحوا انه هو يقطع النشويات. ابدا ما ممنوع انه نحن نقطع النشويات اصلا، سواء قطعناها او ما قطعناها فهو الطفل ما بيصير ينزل او ما رح ينزل اكثر من نص كيلو بالاسبوع. يعني ما فينا نطلب نحن منه مثل الشخص البالغ. فنحن ما بيصير نقطع عنه النشويات، لانه هي اول شيء مصدر الطاقه الاول، ثاني شيء مشان نقدر البروتين هي إلى أهمية بتجديد الأنسجة والخلايا وإلى علاقة بالمناعة. فنحن وقت ما منضيف أبدا نشويات فهي بتخل نوعا ما بعمل البروتينات، فنحن لازم نحقق له جميع المصادر الغذائية بتنوعها من خضار، فواكه، بروتين، نشويات، وحتى الدهون الصحية مثل زيت الزيتون إذا ما قدرنا نوفر جوز أو لوز. خلينا نحكي يمكن بالجانب الآخر كمان من الأهالي اللي بيشتغلوا يمكن عمل طويل أو يمكن بيستسهلوا الأمور أكثر، الوجبات السريعة. يعني في أغلب الأولاد الوجبات السريعة، البطاطا مثلا، الدجاج، كله أكل جاهز. كمان هذا بيلعب دور، لأنه مثلا حسب الدراسات الأخيرة بتلاقي مثلا منطقة الخليج من أكثر الأطفال إصابة بالبدانة، لأنه بسبب طبيعة حياتهم يعني الحياة المختلفة. قديش كمان هي الأكلات بتأثر يعني من خلال النظام الصحي للأطفال؟ تمام. هلا الوجبات السريعة هي من أكبر الأغلاط. ليش؟ لأنه أول شيء مو بس لأنه هي مقلية، بس لأنه أغلبها كمان عم تفقد خواصها وقتها نحن عم نحضرها بطريقة مانا صحية. هلا أنا ما عم أقول إنه نحن الأطفال ما بيشتهوا، ممكن إذا رحوا عيد ميلاد نحن ما يعرفوا، بس باعتدال. أكيد
هلا هو فينا نعتمد مثلا انه نحن مره بالاسبوع فينا ناكل وجبات جاهزه، بس هذا مو يعني انه هي صحيه او فينا نعتمد عليها كوجبه اساسيه خلال اليوم. تمام. خلينا لكن نحكي على الشوكولا وعلى التشيبسات وعشق الاولاد لها، ونحن كيف فينا يعني نبعدهم عنا، وقديش الكمية والأوقات المسموح إنهن يتناولوا التشيبسات، خاصة إذا أولاد صغار عندهم إخوات أكبر منهم كل الوقت عم يأكلوا شغلات طيبة. تمام. هلا هي الام دائما قدوه او الاهل دائما قدوه للابناء، يعني نحن مثلا مثل ما قلت ما فينا نحرمهم نحن نهائيا من هاي الوجبات، بس كمان نعطيهم اياهم باعتدال. يعني مثلا اذا هن ما متواجدين بالبيت فانا ممكن اذا طلعوا مره يشتروا مره اذا كنا محددين المصروف. شوف اعمار بكير، يعني هي النقطه مهمه لازم نذكر باي عمر. يعني انا عندي طفله عمرها سنه ونص بيقولوا لك لا اعطيه، انا ما بدي اعطيه. لا اكيد لا. هي بتشتغل، هي اساسا ما بتعرف شو هي الاكلات الطيبه ولا شيء يعني. فهون بتلاقي بسنه ونص سنتين بتلاقي عم ياكل شيبس، عم ياكل شوكولا، بوظ عم ياكل، عم يعني في اعمار جدا مبكره واساسا صحيه. ما هو هذا الخلل تماما من الاهل، ما فينا نعتبره انه هو الطفل، يعني نحن اللي بنربي عليه الاطفال. يعني نحن مثلا من الاساس إذا ما عودنا الطفل يستسيغ طعم السكر أو الملح فهو من الأساس بس يكبر، يعني إذا أكل قطعة صغيرة من الحلو فهو رح يحس حاله أنه كتير صار عنده حلو، يعني كتير صار مستساغ الحلو عنده. أما نحن إذا معودينه من الطفولة أنه هو دائما يأكل سكر وبشراهة فهو أكيد ما رح يصير في عنده إدمان. فنحن الفكرة أنه مثل ما قلت هي ترباية الأهل أو كيف منعودهم على اللايف ستايل الصحي هو رح يكون النتيجة. يعني صحيح. مثلا من مو قبل ما يكون صار مثلا روضة أو خمس سنين حرام. تمام. قبل الخمس سنين لا يفضل أبدا. وهدول الشغلات برجع بقول أنه نحن دائما نختار البدائل الصحية، يعني السناكات هي كمان بتأثر على زيادة الوزن. يعني مثلا بدل ما نختار العصير فينا نختار الكوكتيل، الحليب مثلا والموز. طبعا هذا يفضل نحن دائما كل شيء نعمله بالبيت، لانه دائما الخيارات اللي من برا هي اكثر سعرات من الخيارات اللي بنعملها بالبيت. مثلا بدل الشيبس فينا نعمل بوشار. بوشار هو كل 3 اكواب تقريبا 105 سعره حراريه، وهن اصلا سناك صحي يعني وفيه الياف. لنفترض مثلا شوكولا فينا نحن نعمل كوكيز بالبيت، هو من الشوفان. فينا نعمل اشكال لحتى والوان لحتى يرغبوها الاطفال. ورده بس نحكي بنقطه نرجع على في كثير هلا انواع حليب انفقدت بالسوق او ممكن صارت كثير غالي على رب الاسره ما عاد يقدر يجيب هذا النوع من الحليب. حليب الباقي فيه ياخذوه الأطفال، وخلينا نحكي بأي عمر لأنه هذا الموضوع كتير عم نشوف مشاكل فيما بعد نتيجة الاستخدام الخاطئ للحليب، إن كان كامل الدسم وإن كان حليب غير مخصص للأطفال. تمام. هلا قبل السنتين لا يفضل إن هو ياخذ حليب ما نوع حليب يعني من هلا فينا نضيف له، بس يفضل مجفف تماما يعني. غير الحليب المخصص للأطفال. طبعا هذا بعد غلي غلي الحليب كتير منيح. في ياخذوا الحليب الفريش يعني مو المجمد او اللي عم نحكي. تمام. عم اقول لك قبل السنه ونص لسنتين لا يفضل انه هو ياخذ الحليب غير المخصص للاطفال. بعد السنتين نحن ممكن، لانه لك شو ممكن يصير، يكون عندنا حساسيه لللاكتوز الحليب، ممكن اصلا حساسيه للحليب، وفي اوقات بتجي اطفال حتى الام بتنحمى عن الحليب مش لانه هن بيطلع عندهم حساسيات. فنحن بدنا يعني هو فينا نعتبر على التجربه لنشوف اذا عندهم حساسيه او عندهم مشاكل، بس لا يفضل نحن قبل السنه ونص نحن نجرب له حليب غير مخصص للاطفال. بعد السنه ونص اوكي ممكن نحن نجرب انه هو هل عنده حساسيه منه. هي طبعا بنجربها بس فقط 3 ايام انه نحن نعطيه حليب. اذا ما صار عنده حساسيه او طفح جلدي او اي مشكله حتى اسهال او تغير لون البراز فهو ما في عنده مشكله وفيه ياخذه، هو امن بالنسبه له. طيب خلينا نحكي عن الغذاء الصحي للاطفال بعيدا يعني عن الاكلات الطيبه مثلا وهدول القصص، مشان ما يدخل بخط الخطر يعني بخط البداني. غذاء صحي 3 وجبات اساسيه، هل تكفي ولا لازم يكون في سناكات بين الوجبات؟
تمام. هلا بدي اقول فكره انه نحن دائما لازم نعلم الطفل الشبع والجوع. يعني نحن ما بيصير مثلا انه هو يكون طفل ما له جوعان ونحن نجبره على انه هو ياكل الاكل. فنحن دائما مثل بدنا نعلم الطفل انه هو كانه بامتحان، انه مثلا انت قد ايه جوعان، 5 من 10 ولا 7 من 10 ولا 10 من 10 كثير جوعان. نحاول ما نوصله ل طب اذا هو بضل ما له جوعان هلا بهي الحاله بنرجع لفكره انه نحن لازم ننظم وجباته بحيث يصير له عنده ساعه بيولوجيه انه هي بهذا الوقت هو لازم يجوع، بهذا الوقت انه هو بحس بيصير مع الوقت. اذا اول مره ما جاع وثاني مره ما جاع مع الوقت بصير في عنده ساعه بيولوجيه تتنظم اوقاته وبنفس الوقت يجوع. وبنفس الوقت يعني نحن نعلمه انه مثلا مو اي شيء يشوفه قدامه هو بده ياكله، انه نحن فينا نقول له انه في حصص غذائيه مثلا بقول انا حصه خضره، حصتين حصه فواكه، حصه بروتين، هي كنظام تمام. هلا هو يفضل حصتين بروتين، 5 حصص نشويات من الرز البرغل يعني كله، حبتين لثلاث حبات فواكه بالكثير، يفضل حبتين خضار. يعني هو ما رح ياكل، يعني فينا ياكل خياره بندوره، بس هو مثلا ممكن بهذا العمر الصغير ما رح ياكل سلطات، فنحن فينا ندخلها ضمن الوجبه الاساسيه اللي هي وجبه الغداء. وكمان لازم ما ننسى انه هي الدهون الصحيه مثل ما قلت، زيت الزيتون، الجوز، اللوز، الدهون الصحيه عموما هي لها علاقه بالاي كيو او الذكاء تبع الاطفال، فنحن لازم نعتمده وما ننساه ضروري. فهو لازم ياخذ حصتين لثلاث حصص باليوم. تمام. خلينا ننتقل ونحكي عن الدجاج وعن اللحمة، بأي عمر لازم ياخدوهم وشو هي الطريقة الصحيحة، إن كان بيسلقون إن كان بقليون، أكيد ما بنفضل القلي، شو الطريقة الصحيحة؟ وبعدين بدنا نحكي عن التجميد بالفريزر كمان، إذا عملنا اللحمة وجمدناها قد هي مضرة بتكون للطفل. تمام. هلا كيف يعملوا؟ يبلش اول شيء كيف ببلش؟ هو بعد 6 شهور مثل ما قلنا نحن بنبلش لعند الاطفال نجرب نعطيهم، بس اي شغله بدنا نفوتها على غذائنا سواء اللحوم او غيرها نحن بدنا ندخلها هي الوحيده بتكون لثلاث ايام. اذا ما صار عنده اي اعراض جانبيه فنحن فينا ناخذها. كيف طريقه اخذها؟ فهي اكيد يفضل انه سلق او طحن حتى تكون اسهل كمان لهضمه. بس نحن يعني بنبلشها تدريجيا ومو بكميات اكيد كبيره، لانه الطفل اصلا بتكون معدته صغيره، يعني يا دوبها ساع 550 ميلي، يعني هي بتبلش كثير صغيره عند مرحله الارضاع وبتصير بمرحله 6 شهور هي يعني 550 ميلي مو اكثر. فنحن بدنا نبع هلا اذا كان الشواء بطريقه صحيه، يعني نحن ما بنعرضها للنار بشكل قوي او نحن ما بنعرضها للكربون يعني بتصير عليها علامات سود، فنحن امورنا منيحه، بس يفضل السلق افضل من الشوي. تمام. طيب في كثير من الاهالي يمكن بيقولوا لك انه مثلا ابني ما بيحب اللحمه او ابني ما بيحب البيض او ابني ما بيحب الفواكه، خلينا نحكي عن التعويض يعني بهي الحصص، شو فيني انا مثلا اعمل بديل لابني لحتى، لانه ممكن مثلا لانه بياكل اكلات طيبه كثير فهيك بينصح، لانه بياكل لحمه كثير ما بيحب الفواكه، فكمان هو اساسا سوء نظام غذائي للطفل اساس البدن. تمام. هلا في كثير اطفال خاصه هلا عم نواجهها انه هي كمان ما بننسى انه نحن اذا اعتمدنا دائما على النشويات خاصه هلا يعني بسبب الوضع هذا، فدائما اذا اعتمدنا على النشويات فعم يصير عند الاطفال بدانه. هذا الشيء يعني ممكن مو بطبيعي يعني بهذا الازمه هيك عملت فينا. بس نحن دائما نحاول نضبط الكميه، يعني مثلا انه نحاول نصب صحن للطفل نساله انه نستنى نص ساعه ونرجع نجرب ناكل، يعني نعتمد على كمان حيله للطفل. يعني نحن هو الطفل بدنا نحط حالنا مكانه وعلى هذا الاساس نشتغل، يعني بدنا نحاول نجي لعنده مثلا يعني كيف بدي اشرح لكم انه نبسط الافكار اكثر او نتحايل عليه لحتى يمشي الحال، يعني نساله انه انت نحن بنستنى نص ساعه، اذا ما شبعت بنرجع بنصب صحن ثاني، وبهي الحاله نحن بنكون ما طعميناه كميه كبيره وحاولنا انه قدر المستطاع نضبط وجبته.
تمام، نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى الصحه والله يبعد البدان يعني كل الاطفال. ان شاء الله يا رب. نتشكرك اخصائيه تغذيه ورد جبور على وجودك معنا، وبدنا نقول للاهالي يعني بدهم يتعذبوا شوي كرمال اولادهم. شكرا كثير. ميرسي.